مشاهدينا الكرام، انا شفت كيفاش محمد بيكون في البث المباشر في مدينة الدار البيضاء. نتواجدوا في البورصة ديال البيض في مدينة الدار البيضاء، يعني بياضة سوق البيض. محمد يعني هنا سوق البيض بالجملة، تتبعوا معنا مشاهدينا الكرام. البيض غالي وهذا الشيء راجع الارتفاع الأثمان ديال الدجاج، يعني البيض غالي وهادشي راجع الأثمان ديال الدجاج. كما كتلاحظوا معايا يعني غادي تشوفوا معنا واحد التصريح من بائع بيض. السلام عليكم. السمان يعني بيض السمان. اخويا سوي شي سلعه الله يخليك. كاع السلعه ديال الله. يلا خويا يلا ما تصورش يلا. مرحبا، ما صوروش لك السلعه. السلام عليكم. إدريس الشريف لاباس عليكم مرحبا مزيان. خويا تكلم لنا على البيض السمان. بيض السمان الاثمنه ديالو شنو؟ واش طالع في الثمن ولا هابط؟ والله شدي نقول لك بيض السمان طالع هابط، مره 7.5، مره 8، مره 9، مره 10، كيمشي حتى ل 15 على حسب يعني العرض والطلب. طالب يعني بعض المرات كيكون العرض اكثر من الطلب. أيوه. وهذا الشيء كيرجع في الثمن. كيفاش ما فهمتش؟ بعض المرات كيكون الطلب اكثر من العرض. أيوه كيكون الثمن كيرجع فيه. كيرجع. كيكون الانتاج بزاف. كيكون الانتاج بزاف. كيكون الانتاج بزاف. ملي كيكون الانتاج بزاف اوتوماتيكمون يعني الثمن كيطيح. الثمن كيطيح. الثمن كيطيح، ولا كان الانتاج قليل الثمن كيطلع. بغيت السمان موجود في المغرب. اللهم لك الحمد. الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله. يعني ما عندكش اخبار على الاثمنه الاخرى ديال البيض؟ البيض البلدي ولا لا؟ البيض البلدي. البيض البلدي والرومي ما عندكش اخبار. الناس كيسولوا هنايا واش باقى هنايا. هذه كتسمى البورصه ديال البيض. ضروري. البورصة ديال البيض هذا هو المكان البياضة. كازا هي اللي كيخرج الثمن. يعني إذا كانت كازا محركة المغرب كامل محرك. هنا في الأثمنة قال لك هنا واقع كان كيتصدر البيض حتى لموريطانيا يمكن. يمكن. يعني ما عنديش شي خبر عليه. تبارك الله عليك، الله يسهل عليك. 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 يعني كيف ما كتلاحظوا معنا الكرام. سمعتوا معنا الأثمنة ديال البيض السمان. استغلال الميك عموما. يعني كيف ما كتشوفوا معنا. واش هذا الثمن ديال البيض البلدي؟ شحال الثمن ديال البلد يا شريف؟ الله يحفظك. الثمن ديال البلد الكاميرا يا والله بالقسم انا ما فهمت هاد البياضه هادي. يعني ما فهمتش انهم ما باغينش يقولوا الاثمنه ديال البيض. واحد الشريف مسكين اللي عنده البيض سمان هو اللي دوا معنا، في حين انه الاشخاص الاخرين انهم كيرفضوا رفضا ذاتا انهم باش يتكلموا معك. ما كيبغيش حتى يقول لك الثمن شحال، باش كيشوفوك انك كتصور كيقول الثمن ما كيبغيش يقولوا لك.
واش هذا تلاعب بالاسعار اولا شنو؟ انا فاظن انه هنايا كاين تلاعب بالاسعار ودايرين ما بغاو. يعني هنا سوق البيض كاين تلاعب بالاسعار ودايرين ما بغاو، يعني فما كيبغيوش يعطيو الاثمنه للمواطن اللي كيتفرج باش يعرف الاثمنه، كيبغيوش يتكلموا معاك، كيبغيش يعطيك حتى الثمن ديال البيض واخا ما يبانش، ما يبغيش يقول لك باش يعرفك انك صحافي. يعني اظن انه هنا كاين تلاعبات، اظن انه كاين اختلاسات، وايضا انه كاين تلاعبات وكيديروا ما بغاو. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يهدي هاد الناس هادو. حنا كنبغيو نوصلوا الصوره والصوت للمواطن المغربي باش يعرف الاثمنه، فكنتفاجئوا ان هاد الناس هادو ما باغيش يتكلموا معنا بتاتا. يعني سوى واحد شريف مسكين اللي عنده بيت سمان تكلم معنا وقال لي الاثمنه، قال لي الثمن كيبدا من 8 درهم يقدر يوصل حتى ل 15 درهم. يعني كتبغي تصور غير البيض هنايا انه محطوط، يا خويا ما تصورش لي البيض. مشاهدينا الكرام، الى اللقاء.